أن هذه الأحداث فوجئوا بها عندما ذهبت معهم لمشاهدتها، ولكن أقسموا أن هذه الأعمال التي رأوها لم ولن يقوم بها أي عامل أعمال من عمال سالكة المصر. وبالتالي هناك أيدي خبيثة اندست في وسط هؤلاء العمال الذين يحاربون لقمة العيش بالنسبة لهم، وحرمانهم وحرمان بيوتهم حتى من الأجر الأساسي. أيوة فهمت. فكان لابد لي وهم أبنائي لابد أطمئن عليهم، وبالتالي أبحث مشكلتهم لعلي أجد لها حل إن شاء الله. شكرا.